السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أسمر. اليوم راح نقدمكم فلافل سورية بطريقة جزائرية، يعني بلمسة جزائرية. احنا ما عندناش المول تاع الفلافل، لكن احنا نخدموا فلافل بطريقة تجينا بزاف برينا، واش هي وصفة بزاف بزاف خطيرة. وصفة هذه تاع الفلافل الخطيرة تقرمش قرمشة بنينة بزاف ورائعة رائعة. نتمنى انكم تشوفوا معي الوصفة حتى الاخير، تشوفوا معي المقادير كيفاش احنا نخدموا هذا الوصفة تاع الفلافل السورية مع الصوص نتاعها اللي ترافق هذا الفلافل. بسم الله على بركة الله. هنا خذيت الطل نتاع الحمص، شمخته لمدة ليلتين، دبتو ليلتين يتشمخ. ما تحبوا ديروا ليلة واحدة ديروا ليلة، انا ديتو على جال ليلتين باش يتشمخ اكثر ويجيني طري زيادة. كما كنت تشوفوا ديروا كمية تاع الماء تكون معتبرة، كمية تاع الماء تكون مليحة. ديت وحدة بيكربونات الصودا، بيكربونات اللي حتخلي الحمص تاعنا يطرى مليح. نخلوه ليلة أو ليلتين كما تحبوا نتوما ديروه، ما يهمش. هنا يا الحمص نتاعي بعد بات ليلتين نقيته، قطرته من الماء تاعو مليح وشللته، حطيت فيه حبة بصل تكون متوسطة مفروم على فرم مقشين، ما يهمش. سنينة تاع الثوم، واحد ربع سنة تاع الثوم. راح نزيد نضيف لها كمية تاع المعدنوس. وصفة فلافل صحية بنينة هايلة. راح نزيد فيها حشيشة شوربة، ديت لها المعدنوس وزيد لها قزبر، يعني حشيش شوربة. عندي لها شوية تاع الملح. راح نزيد في نحط لها راس الحانوت، وراح نزيد لها كمية تاع الكمون، ونزيد لها شوية نتاع الفلفل الكحل. راح نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعض قبل ما نحطوهم في الميكسور يتلحقوا لنا، باش هذيك التوابل كامل يتخلطوا في هذيك الحبيبات تاع الحمص. وصفة سهلة اقتصادية. انا حطيت ساشيه نتاع بيكربونات الصودا كذلك، باش علاش ولا ديروا خميرة الحلوى، علاش باش الفلافل تاعكم تجي خفيفة لداخل. انا راح نحطها في الميكسور نتاعي ونرحيها كما راكم تشوفوا فيها. اذا جاتكم الخليط نتاعكم هنا، اذا جاكم يابس تقدروا تزيدوا شويه نتاع الماء، ما تكثروش بزاف الماء، باش هنا تجي تحصلوا على بات، يعني عجينه تكون متماسكه، ما لازمش تكون ماشي متماسكه، تجي مرمله هكذاك، راح تتحل لنا كامل في هذاك المقلاه نتاعنا. شوفوا هنا الطريقه كيفاش نشكل الفلافل نتاعي. انا خديت زوج مغارف ونشمخ المغرف تاعي دائما في الماء، نحط شويه داخل المغرف ما راكم تشوفوا فيها، ودائما نحط الحافه على الحافه الثانيه على المغرف الثانيه، يعني الحافه تاع المغرف الاولى على الحافه تاع المغرف الثانيه تاع المغرف كما راكم تشوفوا، ونجب الفوق باش نتحصلوا على حبه فلافل تكون متماسكه مع الضغط، شويه نضغطوا عليها باش تحصلوا على حبيبات نتاع فلافل كما راكم تشوفوا فيها بهذه الطريقه، يجو مثل المعقودة. شوف حافة على الحافة الثانية ونجبد للفوق هكذا ونطلع، نديرو كرتين أو ثلاثة أو أربع مرات باش نتحصلو على حبيبة تكون الشكل تاعها شباب هكذا هكذا، ونزيدو المرة الأخيرة. راكم تشوفو فيها كيفاش الحبة تاعنا تجي متساوية، تجي ما شاء الله. انا الفلافل تاعي بعد ما نشكلها كامل كما راكم تشوفوا هذاك الخليط اللي خدمته تاع الفلافل، راح نخليه يرتاح لمدة ربع ساعة او 10 دقائق. لازمنا الفلافل تاعنا نخلوها ترتاح بعد ربع ساعة حتى 10 دقائق، باش هي ترتاح وتماسك مع بعض، باش في القلية تاعنا ما تتحلش، يعني ما تتفتتناش في المقلى. راكم تشوفوا الحبيبات تاعي بعد ما شكلتهم. هنا كيما شكلت الفلافل تاعي راح نحطهم يرتاحوا، راح نخدموا الصوص نتاعنا اللي ترافق هذه الفلافل. هما في الاصل السوريين يخدموها باللبنه السوريه، اللبنه تجي شويه صعيبه في الخدمه تاعها، لكن بهذه الطريقه اسهل نخدموا صوص بزاف سهله. ناخذ زوج علب ياغورت ناتور حسب ما عدد الفلافل ديتو، كي ديروا كيلو ضعفوا الحجم نتاع الصوص نتاعنا، ضعفوا حجم المكونات. انا درت حبه بصل، نصف بصل او ربع بصل تكون مفرومه رقيقه، وزدت لها مفروم تاع معدنوس، راح ندير لها مبشور نتاع ليمون، وراح نزيد لها عصره تاع ليمون، عصره تاع قارص
جو تاع قارصك متشوفين عصرة عصرة واحدة، ونخلط كامل هذوك المكونات مع بعض. إذا حبيتوا ذهب ضيفوا شوية تاع الملح، ضيفوا شوية ملح وشوية تاع الفلفل الكحل باش ديك الصوص تاعنا تجي بنينة. خلطوها مع بعض كامل كما راكم تشوفوا فيها وتحصلوا على صوص. خوتي خياتي ما تنساوش تضغطوا أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات أسمر الشهية البسيطة واللذيذة والوصفات الخطيرة. هذه الصوص تاعنا راهي واجدة، حاضر نحطوها ترتاح في الثلاجة. الزيت نتاعنا هنا ما قويناش الزيت، خلينا حتى سخنت مليح. نقطع على الداخل كي شفناها بدات تغلي الزيت نتاعنا، رايحين نحط فيها الفلافل نتاعي تقلاو. شوفوا كما الفلافل ما لازمش تكون عايمه بزاف بالزيت باش ما تحلكمش كذلك. ومن ذاك من ذاك نحركوهم كما راكم تشوفوا مع التقليب. هذيك الوسطانيه كانت هي اللي درت الاخرى. هنا رايحين نقلب كامل الفلافل نتاعي ويطيبوا كامل، يجوا محمرين ومجمرين ومقرمشين ما شاء الله، ويجوا خفاف بنان ولا اروع ولا اروع. وصفه بزاف خطيره، نتمنى انكم تجربوها وما تنساوش تضغطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس، بارطاجوا الفيديو لاحبابكم واصحابكم وجيرانكم والاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين. شاهيناكم ان شاء الله في الجنه، اتهلاو في روحتكم. بسم الله نذوقوا الفلافل السوريه. يلا يلا فلافل سوريه عصولها بتقرمش قرمشه. بسم الله بتجنن، تاخذ عقل بتطير ما شاء الله ما شاء الله. جربوها.